السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن بق الفراش، وتحدثت عنه بشكل كثير كبير في القناة. عندنا قائمة كثير كبيرة من الفيديوهات، شرحت كثير عن طرق التخلص من بق الفراش، عن أيضا أسباب تواجد بق الفراش، وشرحت كيف الشكل حشرة بق الفراش. أنا شرحت كثير عن حشرة بق الفراش لعدة أسباب، لأنه الناس بتخاف من هاي الحشرة، وأيضا طريقة مكافحتها صعبة، لأنه بدها شخص مختص، بدها شخص خبير في مكافحة الحشرات، لأنه بق الفراش من الحشرات المزعجة واللي بتسبب قلق. أنا حبيت بهذا الفيديو أورجيكم أماكن تواجد بق الفراش، لأنه معظمنا بنعرف إنه بق الفراش انه بيكون موجود على السرير، بيكون موجود اماكن تواجد الانسان، نعم بيكون في هاي الاماكن، وايضا ممكن انه يكون موجود في اي مكان في المنزل. يعني هاي انا زي ما احنا شايفين بالفيديو هون، بق الفراش موجود في احدى الشقوق او الثقوب في احدى المنازل في الجدران. يعني طريقة كب الاثاث او رمي الاثاث غير مجدية نهائيا في مكافحة حشرة بق الفراش، لانه احنا بنسمع او بنشوف كثير ناس صار عندهم حشرة بق الفراش، بمسك الاثاث برميه او بروح ببيعه بسعر زهيد، او يعني بتخلص من الاثاث بشكل مباشر، وبرجع بجيب اثاث جديد وبترجع الاصابة بترد تظهر كمان مرة. انا بدي انبه لشغلة يعني مهمة في هذا الفيديو، هي شغلة واحدة، انه اماكن تواجد بق الفراش بتكون موجودة في جميع أماكن المنزل، في الشقوق، في الثقوب، في عند البرادي، في أبريز الكهرباء، في أي مكان في المنزل، وخصوصا في غرف النوم أو أماكن تواجد الإنسان. يعني هي بتكون صح موجودة في الشقوق في الثقوب، ولكن في الأماكن اللي بيكون فيها الإنسان موجود بشكل كثير كبير، لأنها بتحتاج تمتص الدماء، تحتاج تحصل على الغذاء من جسم الإنسان، وتسبب له الأضرار والألم والبثور والحكة، وبتسبب له القلق لا هذا الإنسان. فأنا حبيت بس بهذا الفيديو أنبه لهاي النقطة المهمة جدا، وأيضا حبيت أنبه لنقطة مهمة أيضا، إنه بق الفراش بيكون موجود طول السنة، ولكن يزيد انتشاره في هاي الفترة، وخصوصا في فصل الصيف بتكاثر بشكل كثير كبير. فكان معكم أخوكم ومحبكم المهندس محمد أبو حسين، يا ريت استفدتم من المعلومات يعني القيمة جدا اللي حبيت أشارككم فيها. اي ملاحظة او اي تعليق يا ريت تكتبوا لنا اياه اسفل الوصف، وان شاء الله راح نتواصل معكم ونرد على جميع استفساراتكم واسئلتكم. شكرا لكم.